السلام عليكم. استقبل يوم الثلاثاء 17 أوت 2021 السيد أحمد زايد أمين عام وزارة الصناعة مجموعة من وكلاء السيارات بحضور مدير الصناعة الجديد سيد عبدالعزيز جندي، وتم عقد هذا الاجتماع بناء على طلب مجموعة من المتعاملين في مجال السيارات والتي استقبلها كبار المسؤولين في وزارة الصناعة في إطار زمني قصير للغاية. ووفقا للمعلومات التي نشرها موقع كارفي فيزيون المختص في مجال السيارات، فإن الموضوع الساخن الذي تمت مناقشته يتعلق بإصدار اعتمادات استيراد السيارات، لا سيما للوكلاء الذين رفعوا بالفعل التحفظات التي صاغتها اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارات. وحول هذه النقطة لم يتردد أحمد زايد في الإشارة إلى أن الملف يسير على ما يرام، وإن الموافقات ستصدر في الأيام المقبلة إن شاء الله. ويرجع التأخير في دراسة الملفات ببساطة إلى تلوث بكوفيد-19 لثلاثة أعضاء من اللجنة الفنية. الخلاصة من هذا الفيديو أنه ما غاديش يكون تغيير في دفتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة أو المركبات بصفة عامة، والسبب التأخير أنه أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات كانوا مراد بكوفيد-19، وفي الأيام القليلة القادمة ستمنح رخص استيراد المركبات إن شاء الله. سلام.